بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده الجزء الثاني ان شاء الله بتاع محاضره الايديوباثيك انفلاماتوري مايوباسيس. وزي ما اتكلمنا امبارح على اللي احنا هناخد الموضوع ان جنرال. الاول هناخد دومينز اللي افكتد في الجروب دي من الامراض، سواء الماسكولار دومين اللي هي الكومن فيتشرز في كل الانواع اللي احنا اتكلمنا فيها او اللي احنا لسه هنكملها النهارده، وتاني حاجة الكتينيوس دومين اللي مشهورة بيها الدرماتوميوسايتس. وقلنا هنتعرض لشوية ايتمز معينة ممكن نقابلها في العيانين، مش متطرقة لكل حاجة بالظبط جوه السيستميك افكشن بتاع العيانين دول. انا فوكسينج على حاجات امبورتنت وكومبليكيشنز وحاجات ايرجنت اللي انا لازم احطها في دماغي، لازم وانا بعمل ورك اب يكون الموضوع في دماغي. الحاجات اللي انا هنتكلم عليها منها الانترستيشال لانج ديزيز اللي اتكلمنا عليه امبارح، ازاي اللي انا اعرف اعمل له ايفالويشن وازاي اعرف اعمل السيفيريتي بتاعته وازاي اقدر اعالج عيانه عندها انترستيشال لانج ديزيز. تمام، بس في معلومه بس انا ما قلتهاش امبارح، لو فاكرين الكريتيريا بتاعت فان بيتر لازم يكون في اكسكلوجن كريتيريا. احنا اتكلمنا على الانكلوجن كريتيريا تمام، لكن في اكسكلوجن كريتيريا لازم احطها في دماغي كويس جدا، ودي تعتبر من الديفرنشال دايجنوزس لو انا مش عامله لها اكسكلوجن من الاول. يعني هي مش عيانه ريفيرد ليا وخلاص عملوا لها كل الانفستيجيشن وكل الورك اب وخلاص هي بيور جايه لي اللي هي هتبقى باسل ديزيز من الايديوباثيك انفلاماتوري او الاميون ميديتد مايوسايتس. فلازم لو هي فيرست برزنتيشن ليا انا كروماتولوجيست لازم احط في بالي الديفرنشال دايجنوزس اللي هو اكسكلوجن كريتيريا في بوهان اند بيتر كلاسيفيكيشن. ايلين ايه اللي كونجنتال ماسكول ديستروفيس لازم نعملها اكسكلوجن. Central peripheral neurological disease زي ما قلت لكم المصل ويكنس ممكن يجي لي من neurological cause فلازم اعمل exclusion لي. Infectious myositis ودي مهمة جدا وقامن جدا وفي ناس بيقعوا فيها برضو الفيتشرز بتاعتها قريبة قوي للميوسايتس البوليميوسايتس. Metabolic endocrinal myopathies and the myasthenia gravis فلازم ده يعتبر differential diagnosis بتاعة حالة proximal muscle weakness presented لدكتور روماتولوجي. لازم نحط الانيميريشن لكل الانواع دي، وبعد ما اعمل اكسكلوجن لكل اللي انا قلت عليه تحت يبقى خلاص انا في حاجه unknown etiology وغالبا هتبقى autoimmune. تمام، خصوصا لو ما تطرقناش للانتي بوديز من الاول خالص لانه مش اول حاجه مكتوبه. هو مكتوب في الالار اي سي ار كريتيريا زي ما احنا شفنا امبارح اللي هم حاطين له سكور، لكن في بوهانان بيتر اللي هي تراديشنال كريتيريا اللي احنا بنشخص بيها مش مطلوب ان انا اعمل انتي بادي. فمن الاول خالص لازم احط ديفرنشال دايجنوزس كلينيكال والهيستوري. ويعني الحته دي برده معلش خليني اقول لكم الهيستوري مهم جدا 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 بتاع العيان. انت خدي الكلام بتاع العيان مش اي كلمه يقولها هنعديها، لازم كل حته اقف عندها وكم كومبلين اقف عنده، وهل هو ليه فاليو في الديزيز بتاعي، هل هو يديني كلو للديزيز بتاعي ولا لا. ما بقاش انا فوكسنج خلاص انا شخصت العيان وفي شويه كلمات كده مش متسقه مع اللي انا شخصته وانا اتغاضى عنها، لا اكيد في حاجه ورا الكومبلينز اللي عند العيان. فلازم امشي اخد العيان هو اللي هيوصلني دايجنوزس فكلامه اهم حاجه عندي، ولازم اوصل لبروفيشنال دايجنوزس الاول من كلامه من الهيستوري، وده اللي انا بتكلم عليه على طول في الصراحه في الامتحان الكلينيكال. اما حد بيقول لي بريزنت هيستوري وبيقول لي الكومبلينز بتاعت العيان بقف واقول فين البروفيشنال دايجنوزس اللي انت وصلتي له من كلام العيان، اللي هو ده تقريبا 80% من الدايجنوزس او 80% هيطلع الدايجنوزس من كلام العيان. وانا بلجا للانفستيجيشنز وباكد طبعا بالاكزامينشن الاول وبلجا لشويه انفستيجيشنز علشان اقلل شويه ديفرنشال دايجنوزس اللي انا حطاه من كلام العيان. بالاكزامينشن هعمل اكسكلوجن لحاجات وبالانفستيجيشن اللي انا هطلبها هوصل لاكتر تشخيص ممكن يكون عند العيان بتاعي ده. فأي كلمة هيقولها العيان مهمة جدا جدا، دي أول ستيب عندي في الإيفالويشن بتاعت العيان. تمام،
نرجع بقى لموضوعنا. احنا اتكلمنا زي ما قلنا امبارح على اول حاجه ممكن تيجي في البرزنتيشن بتاعت العيانين اللي هي الانترستيشن لانج ديزيز، من الحاجات الكومن قوي والسيفير الصراحه، وتعتبر من الكومبليكيشن بتاعت الديزيز في الدرماتوميسايتس او البوليمايسايتس، الكاردياك انفولفمنت. وزي ما انا قلت لكم في الاول خالص ان المسل فايبرز زي ما اتفقنا هي سكيلتال فايبرز وسموث مسل فايبرز وكاردياك مسل فايبر، والباثولوجي اللي بيحصل ممكن يحصل كمان في المسل او الهارت مسل الكارديك مسل. تمام. زائد كمان اللي فيه بوينت مهمه جدا قلت لكم الاول خالص خلوا بالكم منها، اللي انا الباثوجينيسيس كمان موجود في الكابيلاريز. اوكي، فانا عندي تو سايدز اوف ايه اوف الباثوجينيسيس للديزيز، فممكن يديني برزنتيشنز لحاجات اكسترا ماسكولر او اكسترا سكيلتال مسل مانيفيستيشنز لازم اخلي بالي منها. النهارده بقى اتكلم على الكارديك انفولفمنت واقول هو بيبرزنت بايه، ممكن يجي لي بايه. عيانه الدرماتوميسايتس البوليمايسايتس بيجي لي بمايكارديتس، تمام، ومايكارديال فايبروزس وكارديوميوباثي. ايه البرزنتيشن؟ يعني دي التشخيصات اللي ممكن يجي لي بيها. لكن ايه المانيفيستيشن اللي ممكن يجي لي بيها؟ يجي لي كونجستيف هارت فيلير وليفت فينتريكولار دايستوليك ديسفانكشن، كرونري هارت ديزيز with angina pectoris and myocardial infarction. طيب انا ابقى اورينتد جدا لاي شيست بين العيان بيشتكي منه، لازم اعمل في الفولو اب بتاعه او في البيز لاين تماما اللي انا ابعته يعمل اي سي جي وايكو علشان يبقى انا عندي البيز لاين بتاعه اللي انا مطمنه ان مفيش اي فاكشن في الهارت في الاول. لو within the time وخلال الكورس بتاع الديزيز العيان بدأ يشتكي من manifestations تدل اللي أنا عندي cardiac involvement، لازم أبقى oriented جدا إن العيان ده من ضمن complications تحت عنده heart disease. تمام. فممكن نلجأ لإيفالويشن، أو بلجأ لإيفالويشن اللي أنا ممكن أعمل له cardiac isoform of troponin 1، وكمان بلجأ للكرياتينين كاينيز. ولو افتكرتوا امبارح اللي انا قلت لكم السبيسيفيك للهارت هو الام بي، بس هما هنا بيحسبوها بالريشو، ده بيبقى له اللي هي ادق شويه اللي بيعملوا السي كي ام بي للتوتال سي كي ريشو مي بي مور ذان 3% في الناس اللي عندهم كاردياك انفولفمنت عيانين درماتومايسايتس. يعني انا ممكن الجأ للسي كي ويديني فولس ريزلت، انا عايزه السي كي ام بي بالذات. فهم لجأوا اللي انت لو السي كي نفسه كمان ممكن يكون افكتد من المسل ديزيز اللي عندها، فالريشيو دي بتقول لا اللي انا عندي الكاردياك انفولفمنت هو البريدوميننت عندها حاليا. تمام. وطبعا الروتين انفستيجيشنز اللي انا بستخدمها في الكاردياك ايفالويشن الاي سي جي والايكو والماجنتيك ريزونانت كارديوباثي كارديوجرافي ممكن يبين لي حاله القلب بالمايوسايتس اللي فيها. فالكاردياك انفولفمنت از فيري امبورتنت مانيفيستيشن لازم اخلي بالي منها في العيانين بتوعي. تمام. في اي بوينت في الكاردياك مانيفيستيشن؟ لا تمام. تمام. في حاجه بقى برضو كريتيكال قوي اللي هي الكالسينوزس. الكالسينوزس دي احنا زي ما قلت لكم الاول افكركم من الاول خالص، احنا قلنا ان التايبس بتاعت المايوسايتس منها الدرماتومايوسايتس، والدرماتومايوسايتس منها الجوفينايل فور والادلت فور. تمام. الجوفينايل درماتومايوسايتس ليها كومبليكيشنز قويه قوي ولازم اخلي بالي من العيان بتاعي منها، مع ان هو جود بروجنوزس لو انا عملت ابراكت تريتمنت للعيانه دي من الاول ممكن ان شاء الله تدخل فرميشن وما يحصلهاش مشاكل لو انا دخلت بتريتمنت صح من الاول تماما. بس لو العيانه دي انا تاخرت في الدايجنوزس بتاعها او تاخرت في التريتمنت بتاعها او عملت فولس دايجنوزس ليها من الاول ممكن اعرضها لتو كومبليكيشنز جامدين جدا. اول حاجه منهم الكالسينوزس، ثاني حاجه الفاسكولايتس. تمام. ف الجوفينايل درماتومايسايتس بين شويه ريسبكت ان انا من الاول ببقى قويه جدا في التريتمنت علشان احمي العيانه دي من الكالسينوزس. طب ايه ليه الكالسينوزس ده بيحصل في الجوفينال درماتومايسايتس بالذات؟ هو بيحصل زي ما انتم شايفين كده في 30% من العيانين بتوع الجوفينال درماتومايسايتس، وهو بيبقى ديستروفيك تايب، بتبقى السيروم كالسيوم فيها والفوسفورس ليفلز طبيعيين. في كذا نوع من الكالسيفيكيشن، يعني اللي هي السبكتينيوس كالسينوزس او زي ما هنشوف اشكال الكالسينوزس اللي هتبقى موجوده ليهم تايبس.
التايب ده الديستروفيك تايب، ده التايب اللي موجود في الجوفينايل درماتومايسايتس، بيبقى معاه الكالسيوم نورمال والفوسفورس نورمال، وبيجي في انجرد تيشو. علشان كده العيانه بتاعتي لما حتى بتتخبط او بتاخد انجكشن اي ام، بيجي لها الكايسينوزس في مكان الانجري اللي حصل لها في الانسلت او الانجري بتاع المصل، فيه بيجي لها كايسينوزس فيه. وكنا بنتجنب تماما ان احنا هندي مثلا مضطر اديها ميستروكسيت مثلا او حاجه، حتى السبكتينيوس كان بيعمل كالسينوزس الحالات اللي احنا كنا بنستخدمه فيها، فكنا بنلجأ ان احنا ندي اورال كمان. فمن الحاجات اللي انا اخلي بالي منها جدا لو العيانه اشتكت اللي فيه كلاكيع بتظهر في جسمي، حاجات زي ترمس تحت جلدي، الحاجات دي برضه اورينتد اللي دي كالسينوزس، وده بيظهر بس مش تحت السكين، لا ده ممكن يظهر جوه كمان زي ما هنشوف التايب بتاعته حوالين الالبو والنيز والديجيتس كلها، وممكن يوصل للاكستنسيف اوفر ذا بادي كله. وبيحصل من اول سنه لثلاث سنين، كومن قوي بيحصل في اول ثلاث سنين من الديزيز، لكن along ذا فولو اب ممكن يحصل لك لحد 20 سنه كمان. وكمان في الناس الادلت فورم اوف درماتومايسايتس، على فكره عندنا حالات او عندنا حاله درماتومايسايتس كانت بادئ معاها كالسينوزس بسيط في الاول، ما كانش اورينتد هي ليه، وحاليا هي الماسكولار دومين عندها ما فيهوش اكتيفيتي، السكين كل شويه يجي لها فيه اكتيفيتي يروح، بس المين فيتشر عندها هو الكالسينوزس. تمام. زمان قبل الكورتيكوسترويد اما يظهر في تريتمنت بتاع الدرماتومايوسايتس كان المورتاليتي ريت بتوصل ل 50% من الحالات، فساعتها لما كانوا بيوصلوا الحالات دول للكالسينوزس فكانوا بيقولوا ده جود بروجنوزس، يعني ده الاولد فاشن نظريه اللي انا خلاص زي ما تقولوا ايه بيرند اوت ديزيز، زي بتاع الروماتويد كده، خلاص كل الساينوفيال تيشو عنده خلاص ما بقاش فيه ساينوفايتس، فيش اي ساينوفيال ممبر يحصل فيه انفلاميشن، فخلاص ده بقى بيرند اوت. كانوا بيعتبروا برضو الناس اللي بيجي لهم كالسينوزس اللي خلاص الماسل فايبرز ما بقتش موجوده علشان يحصل لها اصلا الانفلاميشن او يحصل لها الاوتو اميون مايوسايتس اللي كانت عندها، فكان بالنسبه لهم ده حاجه كويسه جدا وايه وفيتشر كويس. لكن طبعا لا، مع مرور الوقت طبعا الكالسينوزس بقى فيتشر من الاكتيفيتي بتاعه الديزيز، او ان كومباتبل او ان اكريت تريتمنت للناس اللي عندهم درماتومايوسايتس. انا من الاول يا اما مش عارفه اعمل كنترول للديزيز، يا اما في اون جوينج باثوجينيسيس بتحصل في العيانه، ومع ال apparent remission اللي ممكن يكون هي مديهولي من احقها اللي هي الماسلز كويسه والسكن ما فيهوش اكتيفيتي، فالعيانه ممكن تقعد كتير جدا ما تجيليش ويجي لها الكالسينوزس ديت whenever في اي مكان سوري يعني whatever في the body، وهي مش oriented ليها وما تجيش تبلغني غير ما خلاص الموضوع يبقى extensive. تمام. فده معناه ان انا كنت لازم ادخل بتريتمنت اقوى، لازم اوقف البروجريشن بتاع الانفلاميشن اللي هيؤدي لي للكالسينوزس ده. طب ايه التايبس اللي انا ممكن اشوفها في العيانين بتوعي؟ في حاجه اسمها كالسينوزس سيركمسكريبتا، دي في 30% من العيانين تقريبا بتبقى سوبرفيشال تحت الاسكن، وممكن اغلط فيها هي ممكن تكون نوديول او حاجه، مجرد حاجات بسيطه خالص بتظهر تحت الجلد، وتبقى العيانه ممكن مش اورينتد، ممكن تجي لها في الابدومن، تجي لها في الباك، مش بتيجي في الاكستريمتيز في الاول مثلا، فمتبقاش اورينتد ليها قوي يعني. فدي من المايل تايب. اللي بعديها بقى اللي بتبقى فعلا بتجي لي بقى مش مشكله اللي هي تيومرال كالسينوزس، وتيجي حوالين حاجه اسمها برضو كالسينوز يونيفرسالز، بتيجي في 20% من العيانين، بتبقى لارج ونودولر وبتبقى حوالين الجوينتس وبتعمل كونتراكشن للماسلز حوالين الجوينت، يبقى الجوينت من جوه اعمل اكس راي الاقي الجوينت لاين كويس جدا ما فيهوش حاجه، لكن الجوينت باي باسيف موفمنت والاكتيف موفمنت في ليميتيشن من الكالسينوزس اللي حصلت في الماسل تيشو كمان اللي حوالين الجوينتس دي. تمام. في كمان تايب بيجي في الفيشل بلينز، وده بيبان بقى بالاكس راي لان هو مش بيبان، بيبقى شكله واخد بارلل كده للبونز من جوه، ما بيبقاش باين قوي سبكتينيوس. وفي الاكزوسكيلتون كالسينوزس اللي بتبقى ماليه البادي كله في كل حته في البادي تحت الجلد وجوه الجلد وكل الماسلز زي ما انتم شايفين في الصوره الاخيره دي، ودي بقى في 10% من العيانين.
مش معنى ان انا بقول 30 و20 و20 و10 دول متقسمين، لا انا ممكن الاقي كذا نوع من الكالسينوزس موجوده في عينه واحده. يعني ممكن يجي لي السبكتينيوس دي اللي هي الكالسينوزس سيركم سكريبتا والتيومرال مع بعض، او التيومرال والاكزوسكلتن مع بعض، اي حاجه منهم ممكن يكون فيهم اوفرلاب. تمام. طيب ايه الباثوجينيسيس اللي بيحصل عشان يحصل لي الكالسينوزس؟ بيحصل فيه انفلاميشن ودامج للتيشو بتاع المصل، وبيحصل تيشو نيكروزس، فبيحصل امبالانس تمام في الكالسيوم انفلكس في المصل نفسها. تمام، احنا عارفين ان المصل بتحتاج الكالسيوم علشان الكونتراكشن بتاعها، بيحصل هنا ديستربنس حاصل وبيزود الانفلكس للكالسيوم اللي جوه المصل، فيحصل بريسيبتيشن للكالسيوم. البريسيبتيشن ده نفسه بيعمل زي انفلاميشن وبيخلي يحصل انفلتريشن للانفلاماتوري سيلز انسايد ذا ماسل. تمام، وخصوصا الماكروفيج سيلز بتبقى موجوده، فالماكروفيج بتحصل لها اكتيفيشن وبتطلع برو انفلاماتوري سايتوكاينز وكيموكاينز تؤدي الى مور اتراكشن للانفلاماتوري سيلز، فده في الاخر بيوصل لي لديبوزيشن اوف مينرالايزد ماتريكس بروتين. تمام، الامبالانس اللي حصل ده بيعمل زي نيوكليشن كده، نيوكليس زي فكره الكريستال ديبوزيشن في الجوت، اول ما بيبقى فيه نيوكليس حصل فيها بريسيبيتيشن فبتبقى عامله زي نواه بيترسب عليها بقيه الكالسيوم. تمام، فده البالانس ده بينيشيت ذا مينراليزيشن ونيوكليشن اوف ذا كالسيوم هيدروكسي ابيتايد والكريستال جروث، يؤدي الى في الاخر تيشو كالسيفيكيشن. تمام، فهي من الاول خالص الباثوجينيسيس بتاعها انفلاماتوري. تمام، يعني ده في انفلاميشن حصل. طب انا لو انا عامله ابراكت الانفلاميشن ده من الاول مش هتوصل لي للباثوجينيسيس ده. ففي زي ما قلت لكم من الاول خالص اي ديزيز اوتو اميون ماشي فيه كذا باس واي باس جينيسيس جوه الجسم، مش هو واي واحد وانا عارفه اعمل له كنترول، اخلي بالي ان انا عندي ديفرنت ويز موجود والمرض ماشي في كذا بارلل ويز في الباثوجينيسيس، وكل واحد فيهم لازم ابقى اورينتد ليه وازاي اوقفه في الوقت المناسب. تمام، طب ايه البوسيبل ريسك فاكتورز؟ كل الناس اللي عندهم ديرماتوميسايتس او بوليوميسايتس هيتعرضوا اللي هم هيجي لهم كالسينوزس. قالوا لو انا عملت ديلي دايجنوز او تريتمنت، يعني انا شخصت متاخر او اتاخرت في التريتمنت بتاعي، او دي تريتمنت ان اديكويت خصوصا في الكورتيكوسترويد اللي بيعمل سبريشن للانفلاماتوري سيلز، او اتاخرت في بدايه الكورتيكوسترويد 4 مانس من اول سيمتوم من الالنس، لونج ديوريشن اوف اكتيف ديزيز نفس الكلام، مش عارفه اعمل كنترول ان اديكويت تريتمنت او سيفير ديزيز، كرونيك او بولي سايكليك ديزيز كورس على طول كل شويه عماله يجي لها اكتيفيتي في اكتيفيتي في اكتيفيتي، لو انتي نيوكليير انتي بودي تيتس، هاي انيشال ليفل اوف كرياتين كينيز وده بيديني امبريشن ان هو سيفير ديزيز برضو، اند لونجر ديوريشن اوف اليفيتد سيرم ليفل اوف ماسل انزيمز، حتى مبدا تريتمنت ما حصل لهاش الريدكشن اللي المفروض يحصل لي في اللاب علشان احس اللي فيه تحسن او فيه استجابه للتريتمنت بتاعي، واخر حاجه اي ماينور تروما او انجري حصلت ممكن تؤدي الى البريديسبوزيشن للكاسينوسس. تمام، فكله بيقع في حاجه واحده ان هو العيانه انا مش عامله لها يا اما دايجنوزس كويس، يا اما العيانه سيفير جدا، يا اما انا مش مديها تريتمنت كويس. فكل حاجه من دول لو انا اورينتد كلينيكالي جدا العيانه ممكن دي تشتكي لي من ايه، يبقى انا هعملها ايرلي دايجنوزس. لو انا عارفه ان انا لازم ادخل بفيجرس تريتمنت من الاول عشان اعمل سبريشن للانفلاميشن، فانا هدخل بالاديكوت كورتيكوستيرويد تريتمنت من الاول. لو انا بتابع العيانه بتاعتي على طول وانا بشرحها لها المرض بتاعها وقايله لها خلي بالك لو ظهر لي كذا او ظهر لي كذا او حسيت بكذا هتجي لي على طول، يبقى انا عامله فولو اب كويس للعيانه بتاعتي. انا ليا دور في الموضوع مش ماليش دور. ممكن يكون طبعا المرض نفسه هو السيفير، ممكن يكون عيان هو اللي مش مهتم، لكن الدكتور هو عنده ريسبونسابيلتي اللي هو ازاي يوصل للمريض المرض بتاعه بشكل لا يفزعه ويخليه كاره اللي هو يجي يتابع، ولا يخليه يستهتر ويخليه ريلاكتنت وما يجيش يتابع. تمام، فلازم اقوم الدور بتاعي كويس في الموضوع ده.
طب التريتمنت ايه؟ والله هو طبعا الموضوع مش سهل، اول ما بندخل في مرحله الكايسينوزيس دي حاجه مش سهله، علشان كده لما بنبدا بدري ممكن لاين من اللاينز اللي انا هعمل لها انيميريشن دي تفرق، لكن لما بيجي بقى في الاكزوسكيلتون والتيومرال والحاجات الفيشر بلينز وكده بيبقى الصراحه سيفير جدا، وفي ناس نجحت معاهم التجارب وفي ناس لا، بتبقى عامله زي كيس ريبورتس كده اللي بينجح فيهم التريتمنت ده. قالوا لو انا استخدمنا الهيدروكسيكلوروكوين همنع اللي انا العينه دي يجي لها الكالسيفيكيشن، تمام؟ ولو عندها كالسيفيكيشن وبدات لها هيدروكسيكلوروكوين ممكن تحسن الموضوع. اي في اي جي استاذنا الدكتور احمد كان قال اللي هو قابلته حاله برضو كان عندها كالسينوزس وجرب معاها الاي في اي جي وديت ريسبونس كويس. السايكلوسبورين والانفليكسيماب والكولشيسين، الكولشيسين يعتبر من الحاجات الانتي انفلاماتوري ممكن نديها، مش بس علشان اللي هي تخلي الانفلاميشن سوري يخلي الكالسينوزس تريزولف، لا انا باخده علشان يمنع الانفلاميشن، بدي بدوز قليله علشان يبقى ده المينتنس بتاعي اللي هو الانتي انفلاماتوري، وممكن اعمل لها انجكشن لو كانت حاجات بسيطه سبكتينيس او حاجه دي ممكن تساعد شويه. حاجات بقى الدلتيا زام والالومنيوم هيدروكسيد وبورسيد في طبعا استاذ اتعملت عليهم، لكن بتبقى الدلتيا زام مثلا بيبقى الدوز بتاعتها عاليه جدا 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 في العيانين ما بيقدروش يستحملوا ما بيقدروش يكملوا عليها عشان بتعمل هايبوتنشن جامد. الالومنيوم هيدروكسيد والبروبنسيد ما لقيتش عليهم كلام كتير الصراحه، تمام. اكتر كلام انا شفته او الكيس ريبورتس اللي كانت جابت افكت كان على الدلتا زام وعلى الاي بي اي جي وعلى حاجه انا جربتها بنفسي في حاله عندنا بنت برضو كانت دايجنوست از جوفينايل درماتوميسايتس وكانت متشخصة إن هي جوفينايل درماتوميسايتس، بس كانت بتاخد تريتمنت بشكل بريجمن قليل جدا، فالبنت دخلت في كالسينوزس بدري وجاية لنا على ويل تشير تماما، عندها كالسينوزس اول اوفر ذا بادي، اما عملنا اكس رايز زي ما تشوفوا لقينا الجوينت لاينز كويسه، وكل المشكله عند البنت كالسينوزس، ما عندهاش اي اكتيفيتي في المسل دومين ولا عندها حاجه في السكين دومين، ما فيش عندها اي مشاكل في الانفستيجيشنز الا الكالسينوزس اللي كانت ظاهره عندنا. ساعتها انا اجتهدت وشفت الكيس ريبورتس اللي كانت حاصله ولقيت البيسفوسفونيت من الحاجات اللي كانت بوتنشال جدا في العلاج بتاعه الحالات دي. معتمد على ايه الميكانيزم بتاعه؟ اللي هو بيعمل ريدكشن للكالسيوم تيرن اوفر اند انهبيشن اوف ذا فيرست كالسيوم ديبوزيشن اوف ذا فورمت تو ذا فورمت كالسيفيكيشن، يعني بنمنع ديبوزيشن كمان بتاع الكالسيوم على الديبوزيشنز اللي كان موجود، وده مهم عشان اديها فرصه اللي هي تريزولف، تمام؟ لان لو انا سبت الانجوينج الكالسيوم عمال يديبوزيت، لو قلت لكم عاملين زي النواه كده، هي عملت نيوكليس، النيوكليس دي بتخلي الكالسيوم بيرسيبيتيت عليها كده، تمام؟ فانا لو منعت البريسيتيشن ده وانا حاولت ان انا اعمل ريزولوشن للكالسيوم اللي اتعمل هيساعدني طبعا ان انا اوصل لنتائج افضل. وتاني حاجه برضو اللي هو كان اتقال اللي هو بيعمل اسيليريتد ديستركشن اوف ماكروفيج سيلز اللي هي كانت سبب هام في الباثوجينسيس بتاعه الكالسينوسس. الحاله بتاعتي كانت بالمنظر ده، ده كان الهاب عندها والني والالبو، طبعا كان عندها كمان حوالين شولدرز، بس عشان انا مش وقت كيس الاستادي يعني اقولها لكم على الكالسينوسس بالذات، بس ده كان قبل ما ابدا لها تريتمنت، كنت بدات لها على الاندرونيت اللي هو الفوزاماكس 75 كل اسبوع، والصراحه قعدنا وقت طويل جدا. اول ريسبونس كان بعد 6 شهور، بعد سنه ونص لسنتين كانت النتيجه زي ما انتم شايفين كده، والبنت ده رجعت للفول رينج اوف ذا جوينت تماما، لان كانت الجوينت ما كانتش افكتد وكانت كويسه جدا، ما كانش فيها اي مشاكل. مشكلتي اللي كانت في المسلز الكالسينوزس اللي كان حوالين المسل هو اللي عامل ليميتيشن اوف موشن، والبنت اللي كانت جايه على ويل تشير الحمد لله دلوقتي مارست حياتها بشكل طبيعي جدا جدا وبقت فول رينج وما حصلهاش البريسيتيشن ده الحمد لله التانية. طبعا مع اللي انا عملنا موديفيكيشن للدراجز اللي كانت بتاخدها عشان ما كانتش تاخد ايميون سبريسر دراجز كويسه، من الحاجات اللي استخدمتها برده معاها الميستروكسيت والكولشيسين مع البيسفوسفونيت، فكانوا دول اهم 3 لاينز احنا كنا ماشيين فيها. وطبعا عشان كان عندها شويه رينالدز فكنا بندي برضو حاجات فازو دايليتر، بس ما كانش بالهاي دوزز العاليه اللي تعالج الكالسيفيكيشن، كنا معتمدين تماما على الفوزاماكس او الالندرونيت، تمام؟
اوكي يا جماعة معايا؟ ايوه معاك يا دكتور. تمام. ريسنتلي بقى علشان اقول لكم هم خلاص اورينتد ان الموضوع الكالسينوزيس ده من الحاجات السيفير اللي لازم اهتم بيها ك اكتيفيتي للمرض، بداوا كمان يشوفوا ان الريفراكتري كيسز بيجربوا معاها الريتوكسيماب والاديلوماب والاباتاسيبت على اساس ان الباثوجينيسيس بتاع الدرماتوسايتس لسه موجود ولسه في انفلاماتوري سيلز موجوده، ف قالوا اللي هم يحاولوا يتارجت البي سيل والتي سيل من الاول خالص علشان يجيبوا ريسبونس، وفي كيس ريبورتس برضو اللي هي جابت ريسبونس في ريفراكتري كيسز للكالسينوسس. تمام، فدي ثالث حاجه انا لازم اخد بالي منها في العيانين بتوعي. اول حاجه الانترستيشال لانج ديزيز، لازم هعمل هكشف على صدر عيان واسمعه، ولازم هعمل سي تي من الاول خالص علشان ابقى عارفه بيز لاين هو ما عندوش حاجه او عنده حاجه وانا مش ما اعرفش اديتكت كلينيكال. وطبعا بعد بقيت كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها لو خلاص احنا اوريدي دايجنوزنج الانترستيشال لانج ديزيز. تاني حاجه الكاردياك مانيفيستيشنز لازم اخلي بالي منها ولازم اعمل فولو اب للعيانه بتاعتي ليها. وتالت حاجه الكالسينوزس وازاي اعمل لها بريفنشن من الاول، ولازاي اعمل فولو اب للعيانه وازاي اعمل تريتمنت لو قابلت الحاله دي. تمام كده احنا خلصنا الحاجات المهمه اللي حوالين الجلوميرولونيفرايتس والدرماتوميسايتس اللي هم التو كلاسيكال ديزيزز في الانفلاماتوري او الايجيباسيك انفلاماتوري مايوبسيس. هنيجي بقى على الحاجات الثانيه اللي هي برضو اميون ميديتد مايوبسيس ونتكلم عليها، ومن اهمهم المالجنسي او البارامالجنت درماتوميسايتس. تمام، لازم تعرفوا زي ما انا عامله سهم كده، الناس اللي عندها درماتوميسايتس لايبل جدا يجي لها مالجنسي، والناس اللي عندها مالجنسي ممكن جدا يجي لي بريزنتنج باي درماتوميسايتس. اوكي، طب المالجنسي في الناس اللي عندهم درماتوميسايتس قالوا 30% من العيانين لايبل فور مالجنسي. ايه الكومن كانسرز اللي موجوده فيهم؟ السوليد تايب، مش الهيماتولوجيكال يعني، واكتر حاجه الاوفيريان والسيرفكس. تمام، معظم العيانين زي ما احنا قلنا الدرماتوميسايتس بيجوا لنا في ميلز، فانا لازم والانسيدنس بتاع الادلت فورم بيبقى حوالين 40 لل 55 سنه او 55 سنه، يعني انت هنا في البريمينيبوزل بيريود اللي ممكن يجي يحصل لها فيها البيريود ما تبقاش ماشيه بشكل سليم، المنسز الدايز بتاعتها اختلفت، الاماونت بتاعت البلاد زادت، الحاجات دي كلها ابقى اورينتد وبسال عليها العيانه. ممكن تكون بيري منبوزل وخلاص الموضوع عندها بيخلص، بس لازم اوديها لحد نسا واتابع واشوف، لان هي لايبل زي ما انا قلت لكم 30% من العيانين بيجي لهم الكانسر، فلازم اعمل الورك اب بتاعي واحمي العيانه اللي هي تدخل في الحاجات دي من بدري. فانا اللي هقول لها، هي مش هتبقى عارفه ولا الدكتور بتاع النساء هيبقى اورينتد، انا اللي لازم اعمل ريفيرل علشان اكسكلود اي حاجه ممكن تجي لها. تمام، فعشان كده الفولو اب مهم جدا في كل المراحل. طيب البارامالجنت درماتوميسايتس دي دايما بتيجي او يعني ذا موست فريكوينت تايب بيجي لها بالامايوباسيك درماتوميسايتس اللي هي جالي بالسكين بتاع المايوسايتس الدرماتوميسايتس اكتر من اللي يكون فيه انفولفمنت للمسل. بس هل ما يجيليش الكلاسيكال فورم او الشكل الكامل بتاع الدرماتوميسايتس؟ لا، بيجي لي بالشكل الكامل، بيجي لي برضه بمسل ويكنس. تمام، ممكن تكون فيرست برزنتيشن، يعني دي اول حاجه تجي لي بيها السكين مانيفيستيشنز دي. الموست كومن ديزيزز او سوري كانسرز يعني بيجي معاها البريست والبلادر، بس هي موجوده في كذا حاجه، قالوا موجوده في اللونج، في الاوفري، في الاستمك، في الانتستين، النيزل كافيتي، الثروت، والبانكرياتيك واللوجيكال ليمفو. ليها انتي بودي مهمه قوي اللي هو الانتي تي اي اف 1 واي والانتي ان اكس بي 2، دول كاركترستيك جدا علشان اعرف اللي هي بارامالجنا درماتوميسايتس ولا درماتوميسايتس الكلاسيكال تايب. تمام، فدي رابع حاجه لازم اخلي بالي وانا بعمل فولو اب للعينه بتاعتي. طيب هل المايوسايتس لو جات لي بشكل مش كامل للكريتيريا اللي احنا قلناها في الاول خالص، هل هعتبرها ضمن المايوسايتس ولا لا؟ الصراحة قالوا في حاجة اسمها overlap myositis، يا إما الموضوع بيبقى overlapping في الأول بيكمل على
ديزيز كامل، يعني بتاخد شكل درماتوميوسايتس او بوليوميوسايتس في الاخر، او بتاخد شكل سيستميك لوبس او ميكس كونكت تيشو ديزيز او من الحاجات اللي بيبقى فيها اوفرلابنج مع المونوسايتس. تمام. طيب هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي عيان عنده مايوسايتس اند وان كلينيكال اند اور اوتو انتي بودي اوفرلاب فيتشر. تاني، العيانه جايه لي بمايوسايتس، يبقى انا عندي ايفيدنت اوف مايوسايتس، هتلاقي الليفر انزيمز عاليه، هتلاقي سوري الماسل انزيمز عاليه، هتلاقي عندها ويكنس، عندها خلاص انت ايفيدنت ان انت عندك مايوسايتس، بس كمان عندك كلينيكال فيتشر ثانيه مش تبع الدرماتومايوسايتس او البوني مايوسايتس، او عندك اوتو انتي بودي ثاني مش تبع برضو الديزيز ده. تمام، ساعتها اعتبرها اوفرلاب. اوكي، بعد ما اعمل اكسكلوجن للبيور بوني مايوسايتس والبيور ايه درماتومايوسايتس، لقيت حاجة زيادة فأنا تحت عنوان overlap myositis. تمام؟ إيه الحاجات اللي أنا ممكن ألاقيها؟ ممكن تلاقي بولي أرثريتس، معناها ممكن تيجي مع الدرماتوميوسايتس العادية، بس مش common feature arthritis على فكرة، أرثرالجيا أكتر. لكن يجي لك بأرثريتس، يجي لك برينود فينومينا، سكليرودكتلي، سكليروديرما، سكن، لونج انترستيشن نمونيا، كلينيكال ساينز أوف سيستميك لوبس إرثيماتوزس، أي حاجة من الفيتشرز دي اللي هي common الموجودة مع المايوسايتس اعتبرها overlap myositis. تمام، دي طبعا the most common autoantibodies اللي بتقول لي اللي انا عندي overlap في المايوسايتس. U1 RNB احنا قلناهم قبل كده، والانتي بي ام سكليروديرما، والانتي سينستيز انتيبوديز، والانتي رو والانتي لو. اوكي، فانا اي حاجه بعد ما عندي evidence of myositis، عندي features clinical زياده او اوتو اندي بودي زياده من الحاجات السبيسيفيك دي بالذات، يبقى انا تحت عنوان الاوفرلاب مايوسايتس. تمام معايا يا جماعه؟ تمام اوكي. بس دكتوره منى لو سمحتي بس نعمل ميوت علشان عندي عامل نايز بعد اذنك. اوكي طيب بقى تاني من الاميون ميديتد مايوباثي، وخلي بالكم اقول اميون ميديتد مايوباثي، اول ما يا جماعه اقول مايوباثي مش مايوسايتس يبقى انا على طول في الباك جراوند اعرف الانفلاميشن مش هو اللي ليه الابر هاند في الموضوع. تمام، عشان كده الحاجات الديستروفيك مايوباثي بقول عليها مايوباثي، مفيش انفلاميشن، اما بعمل بايوبسي ما بلاقيش فيها انفلاماتوري سيلز، فانا هنا اسمها اميون ميديتد. اي نعم هي اميون ميديتد بس نيكروتايزنج ايه مايوباثي. فده الاول الكلو عندي الاولاني اللي انا اما اجي اعمل البايوبسي مش هلاقي فيها الانفلاماتوري ماركرز الجامده اللي كانت موجوده في الكلاسيكال فورمز اوف بوليمايوسايتس او درماتوميوسايتس او حتى الاوفرلاب مايوسايتس والبارامالجننت كمان. تمام، هي تايب من اوتو اميون مايوباثي كاركترايزد باي ريلاتيفلي سيفير بروكسيمال ماسل ويكنس، وفي مايوفايبر نيكروزس ويز مينيمال انفلاميشن. تمام، يعني انا في البايوبسي الاولانيه بتاعت الدرماتوميوسايتس والبوليوميوسايتس كنا بنلاقي في عندنا ديجنريشن وريجنريشن مايوفايبرز، في ديجنريشن وفي ريجنريشن. اوكي، وكنا بنلاقي برضو في عندنا انفاركتس، لكن هنا الكاركترستيك ايوه قوي اللي عندي مايوفايبر نيكروزس ومفيش ريجينريشن، وكمان ما عنديش الانفلاماتوري اكسيدنت اللي كان موجود في البايوبسي القديمه دي، لا ده انا عندي مينيمال انفلاماتوري سيل انفلتريشن. تمام، فدي كاركترستيك جدا، عشان كده بقول لكم البايوبسي ممكن كلينيكالي العيانه دي تبقى بريزنتد زي بالظبط بروكسيمال ماسل ويكنس بتاعت ما قلت لكم هنحطها في الفيشر دايجنوزس، اجي اعمل بايوبسي الاقيني قدام الكلام ده اللي موجود في البايوبسي. تمام، وكمان بتبقى عندها infrequent extra muscular involvement، يعني هي بتبقى اكتر targeting على المصر. anti signal recognition particle هي SRP and anti hydroxy 3 methyl glutaryl CoA reductase اللي هو HMGCR ده اختصاره auto antibodies are closely associated with immune mediated nucleotizing biopsy and define unique subtypes of patients. في عندي تو تايبس منهم بقى، في حاجه اسمها الانتي اس ار بي مايوبسي والانتي اتش ام جي سي ار اللي هم دول سي ار بي، وده دول اثنين انتي بادز
كومن جدا في الناس اللي عندهم ايه immune mediated necrotizing biopsy انتي بادس، يبقى دي انا عندي برضو immune mediated اهي. تمام، على حسب الاوتو انتي بادي بيسمى النوع، النوع المايوبسي. في عندي اس ار بي مايوبسي وعندي الاتش ام جي سي ار مايوبسي. طب ليه انا مصره ان انا اقول لكم في فرق بين الاثنين؟ علشان كل واحده ليها برزنتيشن معينه وليها ريسبونس لتريتمنت معين. الانتي سي ار بي اس ار بي مايوبسي بيشنتس هاف مور سيفير ماسل انفولفمنت، have more common extramuscular features and may respond best to immune suppressive regimen including rituximab. فلما الجأ واعمل الانتيبادي بتاعي وانا لقيتني تحت التايب ده، فانا هعرف اعمل targeting للتريتمنت على طول. طيب الانتي اتش ام جي سي ار مايوبسي often associated with statin exposure and intravenous immunoglobulin treatment may be of an effective treatment even as monotherapy. لو انا استخدمت لها الاي في اي جي الموضوع هيجيب معاها ريسبونس جامد جدا. فعلى حسب الاوتو انتي بودي اللي انا شخصت بيه الاميون ميديتد نيكروتايزنج مايوباسي هعرف اتارجت الديزيز من الاول خالص. الاثنين سيفير في اليونجر بيشنتس، يبقى انا من الحاجات اللي احط فيها ديفرنشال دايجنوزس الناس جايين لي اقل من السن اللي في البيكس بتاعه الادلت فورم بالذات او حوالين الجوفينايل بيك بتاعت جوفينايل اونست يعني بتاعت الدرماتوسايتس او البرماسايتس، لازم احط الانيو ميديت نيكروتايزنج مايوبسي من ضمن الديفرنشال دايجنوزس. تمام، الاثنين بيؤدي الى فاتي ريبليسمنت اوف ذا ماسل. لو انا ما عملتش تارجتنج ليهم كويس وما اديتهمش تريتمنت كويس هنوصل في الاخر ان هيحصل فاتي ريبليسمنت للماسل وهيحصل ماسل ويكنس وهيبقى الموضوع مور ديسابلينج للعيان عن ما انا الحقه بالتريتمنت الصحيح. في اي مشكله عندكم في الاميون ميديتد نيكروتايزنج مايوباسي؟ لا تمام. ممكن سؤال يا دكتوره مروه بعد اذنك؟ دكتور احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا الله يخليك. اتفضل. في بيفرق في الاي ام جي عشان حضرتك يعني ليكي خبره في الاي ام جي؟ هي مش هتبقى هتدي نفس الشكل المايوباثيك باترن اللي هي برضو شورت سمول موتور يونتس وبوليفازيك، بس مش هتديني الشارب السبونتينيوس اكتيفيتي، هتبقى سايلنت يعني مش هيديني ولا بوزيتيف شارب ويفز ولا فايبريليشن تينجز عشان ما فيهاش انفلاميشن. وده اللي انا كنت قلت لهم بالمحاضره اللي فاتت ان انا حتى في عيانين درماتوميوسايتس والبوليميوسايتس لو انا مش في الاكتيف ستيج وانا عيانه جايه لي بعد ما اديتها الاسترويد انا ممكن ادخل بابره الاي ام جي هلاقي شكل المايوباثيك باترن وهتاكد ان انا في ماسل ديزيز، بس ساعتها مش هقدر احكم ولا احلف ان انا تبع الايتس اللي هي الانفلاماتوري بوليمايوسايتس يعني. فهنا زي ما بقول لحضرتك هي مايوباثي مش مايوسايتس، فالسبونتينيوس اكتيفيتي هتبقى كومبليتلي سايلنت، لكن في الشكل بتاع الموتور يونتس هتبقى هي هياها سمول شورت بوليفيزيك موتور يونتس. شكرا جزيلا. تحت امرك يا دكتور. طيب سبوراديك انكلوجن بادي مايوسايتس دي برضو ليها فيتشرز لوحدها كده. تمام، زي ما انت قلت لكم الاول البريمايسايتس والدرماتومايسايتس وحتى البارامالجنانت درماتومايسايتس هي كومن اكتر في الفيميلز. التايب ده من المايوسايتس بيجي اكتر في الميل عن الفيميل، بيبقى في اولد ايج اكتر من 50 سنه، ممكن يجي لي بعيان 60 70 سنه. تمام، بيبقى سلولي بروجريسيف ذان اذر تايب، بيجي في الديستال ماسلز. تمام، وبيوصل لدرجه الويستنج والاتروفي فيها، وعشان كده بيدخل في ديفرنشال دايجنوزس بتاعه النيوروباثيك ماسل اتروفي. يعني دايما بنشك على طول العيانين دول بيقولنا ام لا ده ممكن يكون عنده مشكله في الـ في الـ في البريفرال نيرفز او عنده مشكله في السباينال كورد هي اللي مدياني الويستنج والاتروفي الجامد ده، لان احنا الصراحه مش بنوصل لعيانين المايوسايتس بالمايوسايتس للاتروفي ده. تمام، السي كي بتاعته بتبقى مش عاليه، مش مقدر اعتمد عليها، علشان زي ما قلت لكم برده واحنا بنتكلم على السي كي ان هو معتمد على الدامج بتاع المسل فايبر، وانا عندي هنا المسل ويستد وما فيش عندي مسل فايبرز كفايه اللي هي تطلع السي كي بالشكل الكبير، فده ما اقدرش اعتمد عليه في المونيتورنج للعيان. البيوبسي مهمه جدا جدا جدا، وبرده دايجنوستيك اللي انا هلاقي حاجه اسمها مالتي فوكال مايو فايبر سراوندنج ليمفوسيتك انفيلتريشن، يعني فيها اي صحيح فيها انفلاميشن اند ريمد فاكيولز.
فدي كاركترستيك جدا للعيانين بتوع الانكلوجن بادي مايوسايتس. طيب هل في انتي بادي ليه برضو ممكن اديتكت في السيرم؟ قالوا ال NT5C1A وال CNYA دول كاختصار يعني للكلام الكتير بتاعهم ده، دول من الحاجات برضو كاركترستيك ليهم. العيان اللي عنده انكلوجن بادي مايوسايتس بيبقى ريزيستنت للسترويد والاميونو سبريسيف، وما عندهوش للاسف تريتمنت ممكن يعالجوا. علشان كده انا بلجا كونزرفتيف تريتمنت تماما معاه، اللي انا ببدا من الاول خالص. وبرده عياني درمات مساس بيقولوا مساس، زي ما قلت لكم من الاول خالص لازم ابدا فيزو ثيرابي عشان احافظ على العضله بتاعت العيان والجوينتس بتاعت العيانه لحد ما اوصل بيها للريميشن. لكن عيان زي ده انا عارفه ان الموضوع هيبقى بروجريسيف وهيمنتين معايا، فانا لازم ابدا الفيزيكال ثيرابي والاكسرسايزز معاه من بدري، لازم اخليه ياخد جود نيوتريشن كويسه جدا، لازم اخليه على قد ما يقدر يبقى اندبندبل، يقدر يقوم بالاكتيفيتي دي ليفنج بتاعته، فالانستراكشنز بتاعته علشان اديلي ديسابيليتي بتاعتها اللي ممكن يوصل لها لازم ابقى انا اورينتد ليها، لان هو ما عندوش تريتمنت specific. بيستخدموا الحاجات بتاعه المايوبثي العاديه معاهم، الدراجز اللي تحت دي بيستخدموها في العيانين اللي هي الكونجنتال مايوبثيز، يعني بيستخدموها بيقولوا هي جابت شويه افكت. في دواء جديد ده كيس ريبورتس حاجه اسمها اليميتوزوماب، ده مونوكلونال انتي بودي دايركتد اجينست سي دي 52، ودي كيس ريبورتس بيقولوا اللي هو بيجيب تحسن شويه في العيانين دول. تمام، فده باب بروجنوستيك وليه كومن او سبيسيفيك فيتشرز كده واضحه قوي، خصوصا ان هو جاي في الميل والديستال ماسلز، يعني مختلف خالص عن اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيه قبل كده، بس برضو بيدخل في الديفيرشنال دايجنوستس بتاعي. لان من عيانين الاسبوراتيك انكلوجن مايوسايتس الموضوع بيبقى بروجريشن وبيوصل للبروكسيمال ماسلز، فهو ممكن يجي لك في البرزنتيشن بالبروكسيمال ماسلز برضو، مش جالك بدري بالديستال ماسلز بالكلاسيكال شكل ده، الشكل الكلاسيكال ده ممكن يجي في الاخر خلاص اللي هو انفولفنج بالماسل كلها. تمام، في نوع بقى من الانكلوجن بادي مايوباثي برضو اسمها مايوباثي، ما دام قلت مايوباثي يبقى ما فيهاش ايتس، يبقى ما فيهاش انفلاميشن، يبقى انا معنى كده اللي انا مش هلاقي فيه البايوبسي حاجه تدل ان احنا في عندنا انفلاميشن، وهي فعلا هيريديتري فورم كوزد باي جين ديفكت، بتيجي في العيانين اللي حوالين التين ايجز والميدل والميد 20s ده الفيرد برزنتيشن فيهم، وممكن تكون ران في فاميلي كمان. تمام، بيجي برده بالديستال بيبقى شكل نفس الشكل برده، بتيجي في الديستال ماسلز وبتيجي بمسل اتروفي ومسل ويستنج، وبرده ممكن الشكل يكون عندهم حاجه نيوروباثيك، اما الجا للنيرف كوندكشن واجي اعمل اي ام جي الاقي خلاص انا في مايوباثيك باترن، والكونكلوجن في الاخر اللي انا باخد البايوبسي وهي اللي تديني الكلو في الاخر. واظن دكتور احمد حضرتك كنت طرحت حاله زي كده على الجروب من فتره. كان عندنا بنت واخوها يعني في اسره واحده، عندهم الاثنين يعني في الاخر شخصناهم هيريديتري طيب، اللي هو هيريديتري انكلوجن بودي مايوسايتس، يعني انه جالهم في سن صغير وكان يعني بنفس المواصفات بتاعه الانكلوجن بودي. في الفكره ان هم بيبقوا باد بروجنوزس تماما، مش مفيش تحسن، والموضوع بيبقى اجريسيف ومفيش اي تريتمنت نقدر نساعدهم بيه للاسف. يعني ما هم للاسف يعني احنا اللي لافت نظرنا ان هم ما كانوش مستجيبين على الاسترويد ولا الايمونو سبريسيف، فالبايوبسي في الاخر طلعت نفس البيكتشر بتاعه الانكلوجن بودي. تمام، في اي سؤال يا شباب في الموضوع في الاسبوراتيك انكلوجن بودي؟ في اي حاجه مش واضحه؟ تمام دكتور امام. تمام دكتور. طيب انا هعمل رابنج كده للمانجمنت بتاع الريماتومايوسايتس الجوفينايل والادلت، عشان هم دول اللي هيلموا لي الدومينز كلها زي ما احنا قلنا قبل كده، وفي الاخر هنقول كيس برزنتيشن كده نفكر فيها مع بعض ممكن نوصل للدايجنوزز ازاي. ده الجريزم بيقول في الدايجنوزز بتاع تريتمنت وديزيز فلير بستارت ايه دوز بتاعت الكورتيكوسترويد، زي ما انا قلت ايه اللي انا احسن لي ان انا ابدا بالبالس سترويد، انا ادي له بالس سترويد بدل ما اديها لمده شهر هاي دوز سترويد. لازم نحط في دماغنا الحكايه دي، وكل الاتجاه حاليا اللي انا البالس سترويد احسن من الاورال، اللي هي الدوزز من اول 30 لحد ال 120 دول بيبقوا الجينوميك اكشن بتاع الكورتيكوسترويدز اللي بيديني الباد سايد افكتس، لكن النون جينوميك اللي هو السترونج انتي انفلاماتوري من بعد ال 120 فانا البالس هستفيد منه وهافويد
كومبليكيشنز بتاعت العيان، وهوصل اللي انا زي ما انت شفنا كل الكومبليكيشنز اللي قابلتني في العيانه اللي انا ما بداتش فيجرس من الاول وما بداتش بتريتمنت واضح من الاول، فعشان كده ممكن تدخلي في كومبليكيشن. فانا انصح ان انا ابدا بالبالسترويد. تمام. ممكن كمان الجا ان انا ادخل معايا الميستروكسيت او السايكلوفوسفامايد على حسب الحاله بتاعتي ماشيه ازاي، وما انساش ان انا العيانه دي همشي على لونج تيرم فتره محترمه من الكالسيوم والفيتامين دي، سوري قصدي من الكورتيكوسترويد، فلازم هدي الكالسيوم والفيتامين دي ميجرز. عامله كده زي الباسكولايتس اللي احنا بنمشي برضو في هاي دوزز، فلازم اخلي بالي من الاوستيوبروزس اللي بيحصل في العيانين دول. تمام. طيب عندي evidence of severe disease ولا لأ؟ لأ، يبقى أنا هعمل assessment للmuscle strength زي ما أنا قلت لكم بالmanual muscle testing، skin disease بالalgorithm اللي احنا قلنا عليه أو scores اللي احنا قلنا عليها، هل في major organ involvement ولا لأ؟ لازم أعمل من أهم الحاجات CT، وبرضو بشوف cardiac muscles affected ولا مش affected. بعد ما أعمل كل الميجرنس دي وألاقي في improvement للتريتمنت الأولاني، في improvement، فأنا همشي بس على الميستروكسيت، وممكن أوصل لنا كمان أوقف الميستروكسيت لو العيانة دخلت في remission لكل الدومينز بتاعة الديزيز لمدة سنة. تمام؟ وهي off steroid. ممكن ساعتها ألجأ إن أنا أشيل الميستروكسيت، وطبعا بقل بالاسترويد، يعني بمشي على الميستروكسيد وبقل بالاسترويد. ولو الناس عندها انتوليرنس للميستروكسيد ممكن امشي على الام ام اف او السايكلوسبورين اي او حتى الاسبرين، ممكن نمشي عليهم في العيانين دول. تمام. طيب انا ما حصلليش امبروفمنت بعد ما عملت كده، وقلت لكم انا التايم اللي انا هقيس فيه الامبروفمنت بتاعت العيانه امتى، يعني هفضل اديها هايست دوز استرويد وهنزل بيها وهقعد اسحب في الاسترويد، المفروض الريسبونس اللي انا متوقعاه هعمل ايفالويشن بعد قد ايه؟ حد يرد عليا بقى في البوينت دي. في خلال قد ايه اقول في امبروفمنت ولا مفيش امبروفمنت؟ حضرتك قصدك يا دكتوره مروه على اللي هو السي كي؟ يعني هعمل فولو اب للسي كي واشوف في ايه؟ احنا قلنا في الاول خالص فيجر من الفيجرز اللي احنا كنا قلناها برضو في الالجوريزم، انا قلت لكم الريميشن حاجتين، مانوال ماسل تيستينج الماسل لازم ترجعي، برافو عليكي، لازم ترجع لي الماسل باور فول، ولازم السيكي كمان يقل، الاثنين يكونوا موجودين مع بعض قليلين، يبقى انا خلاص وصلت لمرحله اندكشن اوف ريميشن. بعد 1 مانث انا ابقى مطمنه العيان كده فعلا خد ريسبونس بتاعي صح، وصل لي اللي هو كلينيكال يبقى فري ولابراتري يبقى فري، يبقى انا تمام وخلاص همشي في السكه اللي هي اليمين الشاشه دي، وهبدا اعمل ويننج للسترويد واشيلها. تمام. تمام. لكن لا ما حصلش امبروفمنت، قلنا في كذا سيناريو لو فاكرين السيناريوهات اللي احنا قلناها امبارح، يا اما السي كي والماسل بقت كويسين، يا اما الماسل ما بقتش كويسه والسي كي بقى قليل، سوري زي ما هو عالي، يا اما المصل بقت برضو وحشه والسي كي ال. فاكرين الثلاثه سيناريوز دول اللي احنا اتكلمنا عليهم امبارح وقلنا كل واحد فيهم هنتحل ازاي؟ ده على اساس المصل دومين بس، ارجعوا للمحاضره اللي فاتت وهنشوف الكلام ده. والله الاول خلاص الست العيانه امبروفد، خلاص همشي في الطريق ده، لو مش امبروفد هتشيك تاني الادهيرنس اوف ذا تريتمنت والتولرنس اوف ذا تريتمنت، هل العيانه ماشيه على التريتمنت بتاعتها صح ولا لا؟ ماشيه صح، يبقى انا في الليفل اللي انا هعمل اسكليشن او هعمل ابجريدنج للتريتمنت بتاعي، ممكن الجا للاي في اي جي. احنا خلاص احنا في سفير ديزيز، فممكن الجا للاي في اي جي، ممكن الجا للريتوكسيماب او وات ايفر من اللاينز الثانيه اللي ممكن تعمل لي الاندكشن اوف اي ريميشن، وارجع تاني اعمل اسسمنت بكل الميجرز اللي انا قلتها. والله اتحسنت، نفس الكلام، هقلل الاسترويد وهمشي على الميستروكسيت او السايكلوسبورين وات ايفر انا ماشي على اي واحد فيهم او الام ام اف، ولو هي انتولرنس حاجه ثانيه انا همشي على اللاين الثاني، وفي الاخر برضو ممكن اعمل ريميشن لو العيانه قعدت اعمل سحب تماما للاميونو سبريسيف لو العيانه قعدت سنه كامله في ريميشن وزود سترايد. والله لا هي ما اتحسنتش وفي نيو كالسينوزس، يبقى انا في سيفير ريفراكتري ديزيز، ارجع بقى للميجرز الجديده اللي هي زي ما قلنا الريتوكسيماب والانفليكسيماب والاديلوماب والاباتاسبت، من الحاجات اللي بيستخدموها في الريزيستنت او ريفراكتري كيسز اوف ترماتوموسايتس.
ده بالنسبه للادلت دراماتوسايتس. الجوفينايل دراماتوسايتس مش مختلف كتير، نفس الكلام. بعمل ايفالويشن نفس كل الستبس عادي خالص. والله برضو اتحسنت، بعمل نفس الكلام. ما اتحسنتش ببقى من الاسكليشن برضو للي بعديها، ولازم اعمل ريجولر ريفيوز للعينه بالميجرمنت دي. لو حصل امبروفمنت خلاص بعمل بسحب التريتمنت تماما بعد سنه برضو من التريتمنت، من قصدي من الريميشن. لو ما اتحسنتش بتشيك التريتمنت تاني، وممكن اعمل اسكليشن لل اللاست لاينز اللي هي الحاجات الكل الحاجات الانتي بي والانتي تي اللي ممكن نلجأ لها في ريزيستنت كيس. تمام كده احنا خلصنا. في كيس ستادي عايزه اقراها معاكم، وانتوا هنفكر واحده واحده فيها. انتوا الاول كده في عندكم اي سؤال في اللي فات ده كله؟ عفوا دكتوره مروه، اتفضلي. السلايد الاخير هو كاتب فيري هاي بلس ستيرويد اللي هو 15 إلى 30 ملي جرام بير كي جي. هو نحن نستخدم الجرعة ده كبيرة ولا هنا علشان انت في الجوفينايل فانت بيقيسها بالكي جي، يعني مش عارف اقول 500 ملي جرام بردي بردي او 1 ملي جرام بير كي جي بردي في الـ في الـ في الادلت في, الـ في الاطفال بحسبها بال 15 ل 30 ملي جرام بير كي جي بردوز بردوز ها يعني للجوفينايل ده. ده دي جرعة بتاعت الجوفينايل. طيب تمام تمام تمام. احنا في الادلت بنقول 1 جرام بير دي صح؟ مش احنا بندي 1 جرام بير دي لكن في البلس هنا بنحسبها بحسب الويت بتاعته 15 ل 30. في حد عنده سؤال تاني؟ تمام نقرا الكيس مع بعض كده. 43 years old woman presented with mild itching sensation in her arms and legs. She was referred by her physician for contact eczema. The physical examination revealed erythematous papular lesions over her metacarbopharyngeals and proximal interpharyngeal joints, together with periangular involvement with redness, hyperkeratosis, and the capillary telangiectasia, along with the distal nail folds on both hands. No other skin findings such as heliotropic rash or erythema on the extensive surface of her extremity joint were present. عند النقطة دي وهقف. هل هنا هي fulfilling أي criterion E في بوهانا اند بيتر ولا لأ؟ فاكرين criterion E؟ هي من كده مش عندها E. مش عندها ايه؟ طب انت فاكره ايه؟ مين اللي بترد عليا الاول عشان بس ابقى عارفه؟ انا اسماء اوكس. يا اسماء كانت فاكره كريتين ايه؟ هو كاتب ان ايه اللي هي السكن مانيفيستيشن عشان نقول ان دي درماتومايسايتس اللي هي. طيب بوهانان بيتر كان كاتب ايه في السكن مانيفيستيشنز بالكريتيريا بتاعته؟ كان كاتب اللي هي الهيليوتروبيك ساينس او هيليوتروبيك كراش بس. يعني مش متاكده. طب حد يا جماعه يساعد دكتوره اسماء كده، كريتيريون ايه كانت فيها الهيليوتروبيك كراش وايه كمان؟ جوترن ساين يا دكتور. جوترن ساين او جوترن بابيولز، هي عندها جوترن بابيولز. تمام معايا في التشخيص ده ولا لا؟ دي شكلها جوترن بابيولز معايا ولا لا؟ حد جت في دماغه وانا بقرا الكلام ده اللي هي جوترن بابيولز؟ لا خالص. طيب تاني نقراها. Erythematous papular lesions over the metacarbopharyngeal proximal interpharyngeal joints together with periangular involvement with redness, hyperkeratosis, capillary telangiectasia along the distal nail folds. ده كله الوصف ده كله هو بتاع الجوترن بابيول. ده بتاع الجوترن بابيول. من الحاجات اللي differential diagnosis في الكلينيكال اما اقول لك بصي على ايدي العينه تمام والاقي اللي عندها على الناكلز يعني فوق الجوينتس في ريسيميتس باتشز او بابيولز تمام وعلى الميتاكاربوفالينجال جوينتس وبتوين واحده عندها ريسيميتس باتشز ان بتوين ذا جوينتس واحده موجوده عند الناكلز فوق الجوينتس والثانيه موجوده ان بتوين ذا جوينتس
دي تشخصيها ايه من الهاند ودي تشخصيها ايه؟ حد عنده رد؟ فوق النكل درمات. تمام. وبين ايوه اس ال اي. برافو عليكي دكتوره مين؟ دكتوره ارو. دكتوره ارو، برافو عليكي دكتوره ارو. دي من الحاجات يعني عندنا في سؤال مشهور قوي في الكلينيكال، وممكن يجي لكم على فكره كمان في الورقه، اللي انت تشخصي اوتو اميون ديزيز من الهاند، امسكي الهاند كده تشخصي لي منها اوتو اميون ديزيز. فالحاجات دي تخلوا بالكم منها كويس جدا. ده وصف الجوتروم بابيولز. فانا كده معايا 1 كريتيريا. تمام. شي كومبلين. اتفضل. بالمناسبه بقى الميكانكس هاند دي بتاعت ايه؟ احنا قلناها امبارح يا شباب، حد يرد على دكتور احمد؟ انتي سنسيتيف سندروم. برافو برافو. مين اللي جاوب؟ روزان. برافو يا روزان. طيب she complained about pain weakness in the muscles of her proximal extremity and the neck flexor muscles with difficulty raising her arms and climbed stairs. At the same time she experienced swallowing difficulties and reported an uncharacteristic weight loss of 10 kilograms in the last 3 months. تمام؟ ايه اللي لفت نظركم هنا؟ نزول الوزن. مش هقدر اقول برافو طبعا يا دكتور احمد، بس انت اديت لهم الكلو يعني. هي دلوقتي هقفل الميوت بقى، هقفل الصوت. ايوه خليهم هم يجاوبوا معايا شويه معلش. طيب خلاص تمام. العيانه جايه لي دلوقتي بدات تديفلوب ماسل ويكنس، بروكسيمال ماسل ويكنس، دي كرايتيريا واضحه في بوانا بيتر ولا لا؟ جايه لي في بروكسيمال ماسل ويكنس في الانتيرو فليكسرز اوف ذا نك، جايه لي ديسفيجيا، صح؟ مش دي كرايتيريا ايه في الكرايتيريا؟ تمام. يبقى انا عندي واحده من الدرماتو وواحده اللي هي اي وواحده الاي، يبقى انا كده في انهي واحده فيهم يا جماعه؟ الديفينيت، لو انا هقول هي درمات مايوسايتس هقول دي ديفينيت ولا بوسيبل ولا بروبابل؟ بوسيبل possible اللي هي واحده وواحده بس. تمام. طيب في عنده حد عنده اي كومنت لحد دلوقتي؟ من الهيستوري، انا قلت لكم خلوا بالكم من الهيستوري هيديني كلو للعيان. العيان انا ممكن اشخصها من السلايد دي بس، وبعد ما اخلص السلايد دي اقول لكم ايه البروفيشنال دايجنوستس بتاعها. طيب at the same time sorry she had a 3 back year history of cigarette smoking with resistant nicotine use at the time of presentation. Neurological examination showed symmetrical mild proximal muscle weakness. The rest of her physical examination including escalation of her lungs, body temperature and lymph nodes status was normal. ايه البروفيشنال دايجنوسيس بتاعكم اللي وصلتوا له من الهيستوري بتاعت العيانه بالاكزامينشن؟ حد يرد عليا يا شباب. طيب واحده واحده كده، الاكسكلوجن كريتيريا قلت لكم بتاعت بوهانا بيتر لما قلت لكم في اول حاجه، هل العيانه دي في 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 السن بتاع الجينيتك مايوباسيس؟ لا. تمام. هل العيانه جايه لي بمانيفستيشنز بتاعت انفكشن؟ لا، ما فيش نورمال بادي تمبريتشر اهي والليمف نود كويسه. لا مش انفكشن. يبقى انا كده عملت اكسكلوجن للكونجنتال واكسكلوجن للانفكشنز ايه مايسايتس. هل دي البرزنتيشن بتاعت المايسينيا جريبس؟ لا مش الباترن بتاعها برضه. طب تقدري تقولوا لنا مين بيرد عليا، اسماء ولا مين؟ اسماء. تقدري تقولي لي ايه الباترن بتاع المايسينيا جريبس؟ اللي هي بتيجي تقول ان انا بصحى من النوم الباور بتاعي كويس ويفضل يقل على اخر اليوم. هي ما قالتش كده خالص. تمام. والفيشل مازلز من اهم العضلات اللي بتاثر في المايسينيا جريبس بدري جدا. تمام. طيب الاي
اه الايمر ايمر اي من فيشر ماسلز تمام. طيب فانا كده ماشي، هو عمال اعمل اكسكلوجن للحاجات اللي قالها جوانا بيتر. طيب دخل انا بقى خلاص، فهي ايتس بقى من الاميون ميديتر بتاعتنا صح. قولوا لي بقى بروفيجنال دايجنوزس. انتوا فاكرين الانفلاماتوري مايوسايتس اميون ميديت اللي احنا قلناهم، درماتومايوسايتس جوفينال درماتومايوسايتس بانواعها، الان مايوباسيك درماتومايوسايتس والهايبو مايوباسيك درماتومايوسايتس والباراماليجنا درماتومايوسايتس وال اميون ميديت نيكروزنج مايوباسي، الحاجات دي احنا قلناها لسه قايلينها دلوقتي. دول مين من اللي انا قلته لكم دول؟ انا خلاص انا في انا في المجموعه دي، انا في المجموعه دي. قولوا لي انتوا شايفين هي انهي حاله دلوقتي، ممكن تكون اي حاله. قولي لي يا واحد يا دكتوره. مالجنانت يا دكتوره برا. طيب ايه اللي خلاكي قلتي برا مالجنانت؟ عشان اللوس اوف ويت ويت لوس او لوس في شورت تايم. انا قلت لكم دكتور احمد ده الكلو بتاع الموضوع، لو انت ما كنتوش خدتوا بالكم من الويت لوس دي في كلام العينه كنتوا شخصتوها اللي هي درماتومايوسايتس وخلاص. صح. طيب هنكمل مع بعض ونشوف ايه اللي حصل، لان هي كمان عاملين اهو راح سمع اللنج بتاعها وسمع وشاف الليمف نودز، مفيش اي حاجه تدل الست ما عندهاش اي حاجه تدل اللي عندها اي مانيفيستيشنز غير اللي هي نقصت 10 كيلو. وعلى فكره 10 كيلو في 3 شهور، ها 3 يعني انتوا واخدين بالكم 10 كيلو؟ احنا عندنا ناس بينقصوا 40 كيلو في شهرين والناس ما بتبقاش اورينتد عادي خست، يعني اللي هو قصدي الدكاتره يعني من كتر الموضوع ما هو مش في دماغكم قوي، انتوا ممكن تمست الموضوع ده من الحاجات اللي لازم تسالي العيانه. لو هي ما قالتلكيش اللي انا بخس، انت قولي لها وزنك عامل ايه، اخباره، بتخسي الفتره اللي فاتت ولا لا، الست دي كانت بتتكلم في ايه، هي كانت بتتكلم في ايه هنا مش عارف ايه فين، كانت بتتكلم على السوالوينج ولا لا، ما لسه قاريها ايه، she experienced swallowing difficulties صح؟ صح؟ طب هي swallowing difficulties دي ما تخليهاش تخس؟ تخليها تخس صح ولا لا؟ ده 10 كيلو في 3 شهور مش كتير يعني على فكرة، مش كتير. ست بتشتكي لأن عندي مشاكل أساسا في البلع، فممكن جدا تكون وقفت أكل فترة فاتت فخست، بس اللي يخليني أحط دي جنب دي إن الست دي بقى لها كام سنة بتشرب سجاير؟ 30 سنة ولا ايه؟ 30 سنة بتشرب سجاير ولسه مستمرة وعندها 43 سنة. تمام؟ شايفين بادئة بدري ازاي؟ اللي هي تشرب سيجرت سموكينج، فلازم احط دي ال 10 كيلو جنب ال 30 سنة دول، مش ال 10 كيلو بس، انا لو حطيت ال 10 كيلو جنب السوالوينج ديفيكالتيز هتمشي معايا لوجيك مفيش مشاكل. لكن لازم يبقى كل بوينت في الكلام، انا ده اللي كنت بقول لكم في اول المحاضرة، كل بوينت في الهيستوري لازم احطه في دماغي وانا بعمل ديفرنشال دايجنوس. تمام؟ طب هنبروسيد ونشوف ايه اللي حصل على العيانه. عملنا لابوراتوري انفستيجيشن، لقينا ان عندها الاليفيتد سيرم ليفلز اوف مايوجلوبين، الكرياتينين كايناز بتاعها عالي 881، النورمال عندهم لحد 145، الألدوليز كمان عالي بس مش قوي، ده 7 النورمال بتاعها 7.6، الألدوليز كان 11.8، الانزيمز بتاعت ليفر انزيمز سلايتلي اليفيتد، الاي اس تي كان 6.69 والاي ال تي كان 50 تمام، يعني مايلد اليفيشن. الانتي نيوكلير انتي بوديز واز ويكلي بوزيتيف، وكان في عندها الانتي جو 1 انتي بودي كان نيجاتيف تمام. other laboratory investigation including السيري اكتيف بروتين وال ال دي اتش كانوا نورمال. طب من السلايد دي وصلنا لايه؟ ايه اللي سبورتنج معايا؟ احنا الاول قلنا برا مالجننت وقلنا اللي هو واحده بس، طب ما هي ممكن تكون، ليه ما نقولش اللي هي كلاسيكال درماتومايوسايتس وماشيه في الباسبل، يعني لازم احطها في الديفرنشال دايجنوزس، ولا انتوا ايه رايكم؟ صح؟ يعني ممكن تكون كلاسيكال درماتومايوسايتس او برا مالجننت درماتومايوسايتس، انا ماشيه الاثنين لاين مع بعض. جيت هنا في الانفستيجيشن
لقيت الكرياتينين كايناز عالي بس مش الهاي نورمال زي ما انا قلت لكم، الهاي سوري ليفلز زي ما قلت لكم بيوصل لحد 50,000 انترناشونال يونتس. تمام. الاي ال تي والاي اس تي بيبقوا برضو عاليين جدا، الالدوليز بيبقى عالي. هنا الدنيا مش ماشيه، العلو بتاعها مش زي ما الكلاسيكال مايوسايتس او الدرماتومايوسايتس ماشي. كمان الانتي جو 1 طلع ايه؟ نيجاتيف نورمال نيجاتيف. مش خلوا بالكم بقى من الكريتيريا بتاعت ايلار واي سي ار اللي قلت لكم عليها، البوينتس اللي كان بيحطها. سكورنج هنا يفرق معايا عن ان انا استخدم بوانان بيتر، السكورنج هيبقى احلى معايا. تمام. طيب عملنا لها ايه تاني؟ عملت بايوبسي من السكن والمسل showing vascular degeneration of the basal membrane with perivascular inflammatory infiltration together with lymphohistocytic infiltration in addition to an extensive mucin deposition in hair dermis and linear atrophy of hair muscle layer were detected. في كلو عندنا هنا؟ هاي يا جماعة كل اللي حاصل عندي اللي هي قايله لي اللي فيه بيريفاسكولار انفلاماتوري انفلتريشن وليمفو هيستوستاتيك انفلتريشن، يبقى انا عندي انفلاماتوري سيل انفلتريشن، يبقى انا تبع كل ده مع الدرماتومايسايتس. مش درماتومايسايتس بالشكل الواضح، هي الدرماتومايسايتس عشان اقول درماتومايسايتس كان لازم الاقي فيها ايه؟ ايه اللي انا قلت لكم الحاجه الكاركترستيك في الباثولوجي عشان اقول دي درماتومايسايتس او مايوسايتس ولازم الاقيها؟ هيك قصدك على السي دي 4 سيلز؟ لا ده دي في السيلز لما هعمل ديفرنشيشن للسيلز الانفلاماتوري، لكن لا حاجه مورفولوجيكال، حاجه بشوفها، حاجه بتتوصف، حاجه قلناها لكم في الباثوجينيسيس وقلت لكم خلوا بالكم الباثوجينيسيس بيحصل فين في المصل، وقلت لكم البلاد فيزل بيبقى فين والماسل فايبر بيبقى فين والانفلتريشن بيبقى فين، عشان كده بيديني في الاخر ايه؟ مايكرو ان هو الكابيلاري. لا بس الكابيلاري بس ما هو فين الكابيلاري كانت فين؟ طب فاكره الكابيلاري بلاد فيزلز كانت موجوده فين جوه المسل؟ فاكره الاناتومي اللي انا طلعنا منه الماسل فايبر وقلنا الماسل باندل وحوالين الماسل باندل كان في ايه؟ البيري فاسيكولار. ايوه بيري فاسيكولار ايه اتروفي، دي من الحاجات الكاركتر لازم يكون عندي بيري فاسيكولار اتروفي وعندي بيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريشن. تمام. ولو كمان بقى هو اداني ديفرنشيشن الانفلاماتوري سيل هل دي سي دي 4 ولا سي دي 8 يبقى ايه كتر خيره، قال لي انا ايه درماتومايسايتس ولا بون مايسايتس. هنا هو قايل لي بيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريشن تمام بس ما قاليش اللي فيه بيري فاسيكولار اتروفي اللي هي كاركترستيك او الباثونومونيك فيتشر اللي موجوده بتاعت الدرماتوسايتس او المؤسسات العاديه، بس اداني كلو اللي انا في انفلاماتوري ماسل ديزيز. صح. انا مش في مايوباثي، انا في مايوسايتس، يعني انا ممكن اكسكلود من البايوبسي ده ان انا في اميون ميديتد نيكروزس مايوباثي، اميون ميديتد نيكروزس مايوباثي او نيكروتايزنج مايوباثي. صح. ادي واحده كان عملت لها اكسكلوجن. الانكلوجن بادي مايوسايتس هيديني فيتشر دي؟ لا لا. هل انا اقدر احلف ان دي درماتومايسايتس او بول مايوسايتس؟ مش هنحلف يعني، بس انا عندي انفلاميشن تمام وبيري فاسكولار مديني، يعني ايه واخده حته شويه من الايه الحته بتاعت البيري فاسكولار اللي ممكن تديني سكين مانيفستيشنز بتاعت الدرماتومايسايتس. عشان قلت لكم الكابيلري انفلتريشن او الفاسكولوباسي اللي بتحصل من الحاجات اللي مدياني امباكت السكن حصل عليه راش والحاجات دي. تمام. وخلوا بالكم هو واخد البايوسي منين؟ سكن تو ماسل، يعني هو ما دخلش في الديب ماسل، جايب سوبرفيشال ماسل بايوبسي، عشان كده كاتب ايه؟ لينير اتروفي للماسل، حاجه كده يعني كاتب حاجه بسيطه خالص اللي هو ما خدش بالك من المصل او بانشد اوت. انا قلت لكم عشان اشخص حاجه في المصل جوه لازم تبقى بانشد اوت، لازم اخد حته من المصل
كبيره عشان اعرف اقرا فيها باثولوجي، خصوصا اللي احنا قلنا اللي هي ايه عامله زي بالظبط الفاسكولايتس، بتبقى مش كل المسل فايبرز افكتد، بتبقى فوكس، بتبقى عباره عن ايلاندز كده جوه ايه المسل. تمام. فهو جه على حته في الدرمس موجود فيها الرسيمه دي وخد منها وخد حته مسل من تحتها. طيب in addition an extensive mucin deposition of the hair dermis. خلاص خلصنا حكايه البايوبسي. طيب راح عمل لها ايه بقى؟ morphological features were compatible with dermatomyositis. قال كده ان انا شكلي اللي هي dermatomyositis. راحوا عملوا ايه؟ EMG and magnetic resonance. وقلنا دي من الحاجات اللي بت evaluate المسل of hair extremities showed asymmetrical moderate myopathy mainly of proximal muscle which confirmed by confirmed the diagnosis of a dermatomyositis. فهو خد بايوبسي وراح عمل زي ما قلنا EMG وMRI وشاف اللي فيه inflammation حاصل وقال ده ماشية مع حالة dermatomyositis. تمام؟ لحد كده تقدروا تغلطوا؟ لا لا. الحاجة الوحيدة اللي لسه ما عملناش هايلايتنج عليها الحاجتين اللي قلنا عليهم في الهيستوري بتاعت العيان، ال 10 كيلو اللص وال 30 سنة السموكينج. وعشان نعرف ان انا لازم اكمل انفستيجيشن، العيانه راحت عملت chest x-ray showed unspecific pulmonary nodule in the upper field of the right lung. CT of her chest revealed a nodule of 22 millimeter in her right upper pulmonary field without mediastinal or axillar lymphadenopathy. CT guided biopsy of the lung nodule revealed a lung adenocarcinoma of moderate differentiation. After diagnosis of the lung tumor was made, she underwent a thorough screening, including CT of her abdomen, MRI of her neck and head, in order to exclude other tumors, lymph node metastasis and organ metastasis. Furthermore, we performed an endoscopy of her upper digestive tract and gynecological control to exclude other types of cancer. خدين بالكم يا جماعة؟ عمل اللنج راح على الابدومن عشان يكسكلود الاوفري والسيرفكس، راح عمل كاينيكولوجيكال كنترول. شفتوا الورك اب ده؟ الورك اب صح، ده ماشيين صح، ده اللي انا عايزاكم تبقوا اورينتد بيه. لازم تعملوا ورك اب كامل للعيانه. هم لو ما زودوش وصلوا للستيب دي كانوا هيكتشفوا الكانسر ده، وما وقفوش بس على الكانسر ده، قالوا ده ممكن يكون موجود في حته ثانيه عندها كمان. يبقى هم خلاص بداوا يكون اورينتد اللي انا في البارامالجنال درماتومايوسايتس. فلازم تعملي الورك اب بتاع كل التيومرز اللي ممكن تكون موجوده. هير بالمونري فانكشن تيست اند ايكوكارديوجرافي وير نورمال از ويل. ده اللي خلى العيانه ما بتشتكيش من صدرها، ولما الدكتور حط السماعه على صدرها ما سمعش حاجه. She was given a presumed diagnosis of lung adenocarcinoma with clinical manifestation of paraneoplastic dermatomyositis. تمام؟ شفتوا ماشيين الموضوع ماشي معاهم ازاي؟ أول ما العيانة اتشخصت وخدت الكورتيكوسترويد تريتمنت with prednisone 1 ملي جرام بير كي جي بير داي، the absence of cardiologic and anesthesiologic contraindications C was assessed to be eligible for surgery. She underwent a right upper lobectomy. The histopathology showed a moderate differentiation of adenocarcinoma. وما كانش عندها لا ميتاستاسيس ولا lymph node affection. Post operative هم بيتابعوا العيانه بعد ما خدت الاسترويد ده وشالت التيومر، لقوا فيه تحسن في السكن مانيفستيشن بتاعتها، وكمان muscle weakness والديسفيجيا اللي كانت حاصله. تمام؟ تمام يا جماعه؟ تمام. الحاله اللي فاتت دي لازم انا شايفه ليه فتحت لنا دماغنا ازاي ابقى وايد مايندد وانا بشوف حاله بروكسيمال ماسل ويكنس. ممكن تبريزنت بسكن، لازم انا اسال على الماسل. والله سالت على الماسل، اسال بعد ما عملت الاكزامينشن بتاعي كله ومفيش حاجه، لازم اكمل ورك اب كامل، سواء كان بالراديولوجي اللي احنا قلنا عليه او بالانفستيجيشن اللابوراتوري. وبعد ما اعمل ده كله بعمل في الاخر ايه البروبابل دايجنوزز بتاعي. تمام؟ لحاجه تكتفني فاينانشالي مش هقدر اكمل، او انا خلاص اكتفيت اللي هي شكلها واضح كده اللي هي درماتومايوسايتس،
وهديها تريتمنت بتاعها. ممكن زمايلنا بتوع الجلديه يبداوا في تريتمنت على اساس اللي هي درماتوم اساس ويعالجوا سكان، وهم مش بيروسيد للحاجات الانترنال اورجنز والحاجات زي ما احنا بنعمل. فكل دي حاجات لازم تخليني اورينتد ان انا افكر في العيان بشكل اوسع، وما استعجلش على العيان واديله فرصته ان هو يقول لي كل الهيستوري بتاعه، واقف على كل بوينت من الهيستوري بتاعه واحللها. لو سمحتوا ما تضغطوش عن اي كلمه العيان بيقولها، حطوا 1+2+3 مع بعض ووصلوا ديفرنشال دايجنوستس واللابوراتوري انفستيجيشن والراديولوجيكال، هيوصلوكم لواحد منهم. تمام؟ تمام. كده الموضوع الحمد لله كده اكتمل، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو في عند اي حد كومنت او سؤال، دكتور احمد يشرفنا باي كومنت. لا تسلمي يا دكتورة مروة، تسلمي ما شاء الله. حد عنده اي سؤال؟ تمام، ان شاء الله نشوفه على خير. دكتور احمد باذن الله بكره هنبقى معاه في محاضره عن الانفكشن، باذن الله تستفيدوا منها ونستمتع بوجوده معنا باذن الله. السلام عليكم، ان شاء الله نشوفه على خير. مع السلامه.